نزلت بكامل التفاصيل في كوم بني مراس في الدقهلية. نزلت علشان خاطر مشكلة انتشرت جدا. المشكلة بتخص الأخ اللي خد أخته وصمم يعريها في أرض واسعة وبعيد، وكان معاه صاحبه، والأخت طلعت واعترفت بده على أخوها. أمر صعب جدا. لما على السوشيال ميديا انتشر جدا الفيديو ده، على مواقع الأخبارية كلها انتشر، كانت الإجابة علشان الميراث، هو ده ينفع؟ في الحقيقة أنا نازلة للأخ أسأله، أنت عملت كده إزاي؟ ده لا دي عادتنا ولا دي تقاليدنا. تعالوا نسمع الحكاية بأدق التفاصيل على صدى البلد تو. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. اول ما نزلت خالص انا والشباب وكرو تفاصيل، فواقفين معاهم وبنسلم على الناس اللي احنا في ضيافتهم، قالوا لنا ده البيت. ده البيت اللي عليه مشكله كبيره، هو وحته ارض كمان. ده المنظر. ده الشكل اللي اخوات مبهدلين بعض علشانه. المنظر اللي انتم شايفينه ده، ده اللي كل الناس عماله تتكلم عليه. قول لي بقى اسمك ايه؟ اسمي محمد سعيد عبد محمد، سني 26 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية. لا إسراء أختك؟ إسراء أختي. كنتوا كام ولد وكام بنت؟ إسراء ومحمود. إسراء وأنت؟ ومحمود. محمود. طيب تعالى بقى نقعد نتكلم واحكي لي الحكاية كلها كده. الحقيقة أمر صعب جدا لما تيجي تبص له، كأنت واحد قاعد على الفيسبوك وتلاقي أخ بيعمل في أخته كده. لازم تقف، لازم تقول عليه العوض في الدنيا، لازم تقول يا القيامة قامت ولا إيه؟ عشان ميراث. مش عايزين أي حاجة، بس الإخوات ما يبقوا يعملوش في بعض كده. خلينا ندور ورا الموضوع لحد ما لقينا إخوات الجاني اللي هو أخوه، اللي هو اخوهم الثالث، بيقول اخويا ما يعملش كده. ازاي يا ابني؟ لا انا عندي كلام تاني ولازم تسمعوني. تصدق ان اخوك عمل كده؟ لا طبعا، هو الموضوع كله مش مصدقه حتى، يعني ازاي اخو واخته يحصل منهم كده؟ اذا كان هي مجنى عليها او هو جاني. تمام؟ النقطة التانية والأخيرة ان هو كام سنة؟ دلوقتي 21. هو دلوقتي بالغ، لسه بالغ من شهرين. انا كنت ماسك وصايته بعد عمته. ومتجوز؟ متجوز من سنة. تمام. وحتة جوازه ده هي ما حضرتش فرحه. حضرتش فرحه ليه؟ ما اعرفش، رغم ان هو عزمها وقال لها هجيب لك عربية مخصوص وضحك وكلام مع بعض وبتاع. انا واحد من الناس يعني كنت بخدم في الجيش. فترة ما كنت بخدم في الجيش راحت عملت فيها محاضر وحاجات عشان خاطر ايه، بطلع من الجيش لقيت يعني لما جيت اشتغل واسافر، لما جيت اسافر رحت على شرم، جيت على الكمين مسكوني قالوا انت عندك قضية. قضية ايه؟ رحت عملت عليها معارضة، اكتشفت ان هي قضية محكوم عليها بسنة غيابي و1000 جنيه غرامة. ليه؟ تهماني انا وسبع اشخاص قضية ضرب، هي واحد اسمه حسن عبد الرحيم حسن من الصارم وابنها. ابنها اللي اتهمك انت ضربتوها؟ الله اعلم مين اللي ضربها. انا واحد كنت ساعتها في الجيش، كنت بخدم في سينا. يعني انا والدك توفى وانت كام سنه؟ والدي توفى وانا عندي 12 سنه. واخوك كام سنه؟ 12 سنه، واخويا اصغر مني بخمس سنين، يعني سبع سنين. طيب ووالدتك توفت بعديها على طول؟ والدي توفت بعدها على طول، يعني والدي توفي 21/4/2007، والدي توفي 12/8/2008. طيب بعد كده ايه بقى؟ هو بعد كده، بعد ما والدته توفت، انا رحت عشت مع عمتي اللي هي مسكت الوصايا. تولت تربيت كنتوا التلاتة؟ تمام، بس اخواتي اختاروا يقعدوا هنا مع عمهم في البلد، وانا قعدت معاها لوحدي.
تمام. والمصاريف هم كانوا بيظبطوها عمي وعمتي مع بعض في ايراد الارض والمصاريف المعاش وكل حاجه، الى ان هي وصلت لسن عمي توفى في 2010. لما عمي توفى في 2010 راح جت هي واخوها وعاشوا معايا عند عمتي، كانت هي في ثالثه اعدادي السنه دي جم قعدوها عند عمتي. حصل بقى ان هي صدر منها حاجه مش كويسه مع بنت عمتي، بنت عمتي وحيده دي امها، فمعلش وحيده امها دي بتبقى متدلعه بزياده المفروض متدلعه هي كمان. وبعدين هي كمان قبل ساره كانت هي كمان من ضمن المتولي يعني متوليانك اختنا الكبيره. قبل ساره اتجوزت ماشي وكانت حامل في بنت، فصدر من اختي ان هي مش عارف مسكوا في خناق بعض قامت اختي رفصها في بطنها. بعديها انت عايزه ايه يحصل بعد كده؟ لمي شنطتك وروح لاخوالك، ده اللي حصل. خدنا بعضنا ورحنا ايه لاخوان. بس يا محمد ده كله وارد يحصل في اي بيت ومن اي شغل من اي شخص. اللي حصل وتصوير الفيديو ده اللي مش وارد مش مقبول. تصوير الفيديو ده يعني بره التوقعات خالص خالص منها ومنه. اول تليفون جالك بعد ما شفت الفيديو ده كان مين؟ مش اول تليفون جال، احنا لقيت صاحبه جاي بالعربيه جاري في ايه اخوك واختك ماسكين في خناق بعض وكذا كذا 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 كذا. لا كذا كذا ده ايه؟ كذا كذا ده اللي هو الناس اتلمت وانا جريت بالعربيه. ايه يا ابني اخوك كان رابطها بقفيز، انت متاكد؟ ماشي. قلت له طيب ماشي، ما انا عايز افهم في ايه اللي حصل. قال لي هما كانوا رايحين الشارع العقاري وفجاه مسكوا في خناق بعض جوه العربيه. قلت له رايحين الشارع العقاري وانت مش معاهم ليه؟ ما هو المفروض اصلا اخويا ما يعني انا قبلها كان في المعارضه بتاعتي كانت في شهر 9 اللي فات يوم 26، المفروض ان هي كانت هتيجي تتنازل عن القضيه دي عشان اشوف مستقبلي. يعني انا مش هاجي امشي هنا الاقي كمين ماسكني ويقول عليك قضيه ووقف حالي. يعني هي بالفعل انت واخد سنه وهي مدمراك. ده مش انا لوحدي واخويا. اخوك ازاي بقى؟ هو ده اللي حصل بقى. احنا في المحكمه طلعنا فوق عشان نشوف هي شاكيه مين في القضيه دي غيري، تمام. لان لقيت خالي اسامه اللي لسه جاي من الكويت. خالي اسامه ده قلبه طيب جدا ومحترم جدا، يعني خالها نفس الحكم اللي انا واخده هو واخده، ونفس الحكم اللي انا واخده اخويا واخده. فاخويا طبعا من ساعتها من ساعه ما شاف الحكم ده عقله اتغير ازاي؟ ما بيتكلمش كتير، ما بيهزرش ولا بيضحك. في دماغه ايه؟ ما نعرفش. قلت له محمود، قال لي نعم. قلت له لا تيجي يا ميت اختك ولا تكلمها ولا سلام ولا كلام، سيبها هي طالما ما هيش جايه تنازل عن القضيه يبقى ايه؟ سيبها هي هتيجي لوحدها. هتيجي تقول لك امضي لي وامضي لك. تمام. ليه؟ لان العقود كانت محفوظه بالنسبه لهم هم، انا اللي كنت ماشي في الليله فانا اقدر اتصرف في اي حاجه واقدر اتصرف ما بينهم هم كمان. بس انا مش هجيبك غصب عنك، ما هو ده اللي اخويا عمله. انا مش هجيبك غصب عنك اقعدك مع الرجاله يتصرفوا معاكي طالما انت مش محترمه حد خالص. تمام. هو كل غرض اخويا ايه؟ هو لا غرض اخويا لا اخويا بلطجي ولا في نيته خالص اي بلطجه ولا الكلام ده. بعد اذنك ربطها ازاي وخدها في العربيه ازاي وهي قعدت تصرخ وتصوت وتلم الناس ليه؟ هو ده اللي باين في الفيديو، ان هي طالعه من العربيه متربطه وان الناس بتقول كده بتصرخ وبتعمل. انا لا شفت الواقع ولا اي حاجه. انا رحت بعديها بعد ما الولد جه هنا زميلي، ما سالتوش. انا ما رحتش القسم اصلا. انا اصليه عامله فيها، انا هي عامله فيها قضيه امبارح. قضيه ايه؟ القضيه عباره عن ايه؟ ان انا المحرض الرئيسي في الحوار كله وان انا العقل المدبر وان انا وان انا وان انا. وعشان رحت لما لقيت الواد جايب العربيه بقول اختك واخوك، خدت بعضه ورحت دورت على الاقسام، ما كانوش لسه دخلوا الاقسام تقريبا، قالوا لي ما فيش حد شاكي التاني بالاسم ده. نزلوا من العربيه راحوا فين؟ نزلوا من العربيه راحوا فين؟ الاهالي طبعا مسكوهم وودوهم الاسم، ده الطبيعي. تمام. وانا لما رحت هناك واتهمتني ان انا راح اخطف ابنها، طب انا هخطف ابنك ازاي وابوه هنا؟ انا العلاقه بيني وبين طريقها الاولاني ده علاقه كويسه. شفنا تحت ده
ايوه علاقه كويسه جدا يعني، ماليش دعوه ان هو كان متجوز اختي في يوم من الايام ولا الكلام ده، احنا اصحاب قوي. الورق اللي في ايدك ده، الورق اللي في ايدي ده يثبت يعني مثلا زعلت قوي ان الناس بتقول لها يا دكتوره وهي لسه عامله بطاقم بلاش في شهر 4 اللي فات مكتوب عليها طلب كل الدراسات، فزعلت ان يعني ان انت كمان بتشهري بحاجه مش موجوده على ارض الواقع. تمام. كنا عاملين عقد اسمه عن طريق المجلس الحزبي، عقد الاسم اهو. تمام. عقد الاسم ده انا لغيته عن الخبير لما لقيته ما هوش في مصلحه القصر اللي هو محمود، لما جيت اقسم انا وهي يعني، انا كنت معاها كنت عايز اصلا اخلص لا يحصل بيني وبينها مشكله ولا اي حاجه، وان هي ما تحسسش الناس ان هي بتبات في الشارع او الكلام ده خالص. تمام. لما جيت لغى اتقال عليا حرام ونصاب وحوارات. ليه؟ لان انا قلت لها انا اقدر امشي الحاجه بيني وبينك، لكن ما اقدرش امضي على محمود مكان محمود في حاجه بره المجلس الحزبي، ما اقدرش اتصرف في حاجه، انا كده هلبس في حيط، اخويا لو اشتكاني هلبس في حيط. ماشي. ده توكيل، ده اعلام شرعي طبعا. ماشي. ده توكيل، هي بتقول ان انا عملت لها توكيل وهي عملت لي توكيل. ده التوكيل اللي هي عامله لي. تمام. عامله لي انا ومين؟ انا ومحمود. التوكيل ده توكيل خاص بس ذاكره فيه كل حاجه. التوكيل ده فيه غلطات، زي مثلا في الارض الزراعي لازم تنقل حيازه. ماشي. الصيغه اصلا اللي هي ادتهاني اكتبها لها في التوكيل بتاعها كانت هي نفس الصيغه اللي هي كاتباها في التوكيل بتاعي، يعني هي نفس الوضع عندها برضو ما ينفعش تنقل حيازه لان مش مكتوب عندها نقل حيازه. تاني حاجه، التوكيل ده يعني مشكلة التوكيل ان هي طلعت قالت ان انا عامل لها توكيل مزور. هو في حاجة اسمها توكيل مزور؟ التوكيل ده بيتعمل في الشهر العقاري بيبقى مختوم وكل حاجة. التوكيل معمول لها في تماي اللي انا عامله وموجود هناك. حتة بقى حد شخبط، حد كتب كلمة زيادة، ديت دي لعبة مش بتاعت انا. التوكيل معاك مش شخبط فيها اهو. انا ده بتاع انا، ده بتاع انا، هي بتقول على بتاعها. تمام. بيبقى فيه التفاصيل يعني، انتوا عاملين كل واحد فيكم عامل التاني توكيل. تمام. وعاملين عقود بس ما رقمتش العقود ولا مشيتها بشكل كامل الا لما محمود يخلص وصايا، علشان خاطر خلاص هو قدامه سنه، انا هنزل خبير في سنه في خلال السنه دي ليه وبتاع مش عارف ايه، اجري في اجراءاتك عادي وخلص، وانت اصبري السنه ديت وكل واحد ياخد حقه، وانت عايز الارض خلاص خديها. انا مش عايز حق. قلت لها كده، قلت لها لو عايزه الورث كله خديه، مش فارقه عندي اصلا، انا طالما انت بتزعلي وتعملي مشكله وكل شويه واكليني وبتاع، والناس كلها بتيجي عليا في الكلام، اختك ولو عايزه حاجه اديها لها وبتاع، طب انت المفروض تيجي البيت ده المفروض يتبنى. تمام. مش من بدايه خالص قبل ما نقسم قبل اي حاجه، البيت ده المفروض يتبنى شركه بيني وبينهم ثلاثه على الاقل واجب. تمام. ده لو هي معلش اكلتنا وشربتنا وعملت وسوت الكلام اللي هي قعدت تقوله ده، وفعلا جت قعدت فيه واكلتنا وشربتنا وعملت الكلام ده. خدي كل حاجه يا اسراء لو عايزه. والله العظيم ده حصل، وعندي والناس اللي قاعده تثبت، كانت قاعده في القسمه تثبت الكلام ده. قلت له ابن عمي احمد رضا اللي كان قاعد من شويه ده يثبت الكلام ده. قال لك محمد يعني هي حوار السوتس ده ابن عمي ده اللي مخلصه. السوتس ده، السوتس ده ست والدي جدتي متوفيه بعد والدي، جدتي والده والدي يعني، فهي طالما متوفيه بعد والدتي ورث في السوتس. ماشي. السوتس ده اللي هو سوتس التركي يعني. بس فهي توفت مثلا ما تنزلتش ولا عملت اي حاجه فيه، لان توفت على طول بعد والدي من الزعل. بس ففي سوتس انا ابن عمي ده قعدنا معاه واتفقنا ان هو ايه يمضي عمته على السوتس وياخدوا حقهم. اتصرفنا وكل واحده خدت مبلغ معين حتى اقل من حقهم في السوتس الطبيعي. حل المشكله دي ازاي يا محمد؟ وده حته السوتس ده شرع ربنا. حل المشكله دي ازاي؟ الحل مش في ايدي، هو انا مش انا لا انا الوكيل النيابي اللي بحقق في الموضوع، ولا انا البحث الجنائي، ولا انا رئيس المباحث يعني. انا راجل شفت الواقعه في النت زي اي حد. بس سألت لاخوك يعمل كده؟ انا قلت ده قلت ايه الشغل الهبل ده يعني، لاخويا يعمل كده ولا هي كمان تطلع تقول عليه الكلام ده ان هو لا مؤاخذه مختصمني، ويعني
انا ازعل منها من الكلام ده ماشي. وصاحبه هو صاحبه ده انا عارفه كويس كمان، صاحبه ده قعدت معاه كذا مره ماشي، واهله ناس طيبين وكويسين، وهو واد محترم مش وحش. هو معنى ان هو كان بيسوق العربيه يبقى معنى كده ان هو بيدبر ما كده. افرض ممكن اصلا يكون ما هوش عارف حاجه، رايح لها ليه اصلا؟ اخويا مالكش ان انا رايح، هي المفروض تقول وهو المفروض يقول، هو ما عرفش اي حد خالص في اليوم ده. هو دلوقتي الامر قيد التحقيق يعني. الموضوع كله في ايد وكيل النيابه دلوقتي، في ايد القضاء يعني. الموضوع دلوقتي مش قالوا لي ان التقسيمه القديمه ما كانتش عادله بينكم انتوا الثلاثه، يعني ما كانتش، كانت مديه اسراء الاكتر. ايوه ده من كتر ما انا يعني شايفها مطلعه ان اهلها واكلين حقها، وان عماتها مش عارف ايه، وان اخوالها مش عارف ايه، حبيت اقوم بالواجب. ايه اللي اقوم بالواجب؟ خد يا اسراء التركه كلها مش عايزها، بس انا هعرف اخد حقي. تقول لاختك ايه لو شافت اللقاء ده؟ مش هقول لها ايه. انا يوم الحادثه قلت لها تنزل على القضيه يا اسراء وطلعي اخوكي وشوفي انت عايزه ايه. تمام، وده بينا وبين بعضنا، الاهل هيتصرفوا مع محمود، هنتصرف مع محمود. يعني لو هتاخدي منه حاجه مقابل قصاد اللي حصل له ده، ما عندناش ما عندناش مشكله، بس انت ما تعمليش في اخوك كده ولا اخوك يعمل فيكي كده. تمام، ده انتوا كده بتحاربوا بعض، يعني انت كده بتحارب اخوك ماشي، وهو اللي حصل منه ده مش كويس. يعني انت كده بتبين للناس ان انت جبار ظالم، اختك مضطهد عامل اي حاجه وحشه، ده مش حقيقي. حاجه تستاهل كل ده في وجهه نظرك؟ لا طبعا. هو الموضوع اصلا يعني تبصي له على ان انتوا بتعملوا فيلم ولا هو واخته على اساس انتوا بتعملوا فيلم ولا مسلسل ولا ايه الحوار اللي انتوا محسسين ان الواحد يعني حوار كوميدي على الحقيقه. انت لو شفت الحقيقه غير كده خالص، لا محمود كده ولا اخته كده، حوار كوميدي على الحقيقه. يعني بالنسبه لي انا ايه ده الكوميدي دي ازاي؟ اخوك اتجوز منين؟ الورقه بتاعته معارضه تحت، انا مش فاكر كل حاجه قوي يعني. اخويا ايه؟ اتجوز منين؟ فلوس جوازته؟ كان له ارض في متجرح الحيازه باسمه، باعها. تمام، علشان خاطر هو عايز يتجوز يعني مراته، هيتقدم لها عريس وهو بيحبها وهي بتحبه، كانوا زملاء في المدرسه، اتجوز. ايه المشكله يعني؟ بس كان بالتراضي بينكو. هي الارض بتاعت متجرح كانت متحيزه، يعني هي لها حيازه وانا ليا حيازه وهو له حيازه. تمام، اما هنا التركه بتاعت ابويا ما اتحيزتش لحد خالص، في حاجات اقدر اتصرف فيها وحاجات يقدر يتصرف فيها، بس الحاجه اللي اختي خدتها لازم تتحيز لها، الارض الزراعي ما ينفعش تتحيز طول ما انت ليكي عمه لسه ما خدتش السدس بتاعها، يعني لسه ما مضتش. دي نقطه، وبسبب وقف حالي، هي وقفت حالها مش وقفت، يعني هي جايه توقف حال اخواتها بس ولا عمتها بس ولا عمامها ولا اخوالها. عادي، مسامح ان عمتك يورثوا معاك؟ ده شرع ربنا. يعني ايه مسامح؟ ده شرع ربنا، ده ما يتقالش فيه كلمه، ده ورث شرع ربنا. تمام، غير ان هم كمان يعني هم الحيازات لما اتعملت قالوا لي يا محمد احنا في الحيازات مضينا من غير ما نعرف اماكننا في لغايه النهارده ما يعرفوش عمي، انا ما يعرفش الحيازه بتاعته اللي في الكوم مكانه فين، ولغايه دلوقتي يعني انا لما رحت الجمعيه قال لي هات عمك يعمل الحدوده بتاعته. المشكله دي تخلص ازاي؟ هتقضوا عمركم كلكم في المحاكم؟ انت خدت سنه واللي اخوك فيه ده ياخد شويه حلوين يعني. ربنا يهديها يعني، هقول ايه؟ هو مفيش حد فينا بيضرها، مفيش حد فينا راح عمل فيها قواضي، محدش فينا عمل فيها اي تهمه، محدش فينا عمل فيها اي حاجه، ربنا يهديها بس. حضرتك قلت لي ان البنت دي واخده اكتر من ورثه. ده اكتر من ورثه؟ ده عمه. انا عمه وعمه. يبقى احكي لي كده. هما اختلفوا على الميراث بعد موت والدهم ووالدتهم، وقسموا مع بعض فيما بينهم كده، ولسه ما سجلوش. فهي خدت 8 قريط يعتبروا مباني، هي ارض زراعيه بس تعتبر مباني، يعني غاليه، سعرها غالي على الاسفلت.
والاولاد الولدين لما اكتشفوا ان هم البنت مثلا خدت اكتر من حقهم حبوا يرجعوا القسمه تاني ويقسموا عدل ربنا او شرع الله. هي مش عاجبها شرع الله. وبعدين هي بتقول ان هي دكتوره، هي مش دكتوره، هي معاها ثانويه ازهريه. ازاي دكتوره في الجامعه؟ هي معاها ثانويه ازهريه وما كملتش كليه دراسات. هي مش دكتوره؟ لا 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 مش دكتوره لا. لا هم يقولوا دكتوره الاعلام قال لها دكتوره، هي قالت انا دكتوره الاعلام طلع ان هو دكتوره. بس هي معاها ثانويه ازهريه ودخلت كليه دراسات وما كملتش. ما كملتش في الكليه؟ ولا خدتها لسه. وراح كده. هو الوفاة الاب والام من كام سنه؟ امتى يعني؟ قول من 10 سنين كده. طول العشر سنين دول هم ما فكوش الحيازات ولا تورثوا؟ وبعدين هي طالعه في الاعلام بتقول ان هي بتصرف عليهم وبتاكلوا. لا 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 مش جاب الكلام ده خالص. حضرتك انا ماليش دعوه بالاعلام. انا بقول اللي حصل. انا ليا دعوه بحضرتك. انا نسيت الاعلام خلاص. انا عايزه واقع. واقع الاب والام توفوا. ام توفوا ماشي. حصل تقسيم في الميراث. قالت انا عايزه حته الارض دي. ادوا لها حته الارض وعلى حتى لوحه باسمها على الارض. تمام؟ شفتها وانا جاي على الطريق. حته الارض دي اكتر من ميراثها الشرعي. حبت يخلي اخويا يسجلين لها حيازه بالارض دي بقى. أيوة. الاخوات رفضوا بقى بعد كده، قال لا تاخد حقك الشرعي. وهي مش موافقه تاخد حق الشرعي، عايزه تاخد حته الارض دي. لان هي تزيد عن ميراثها الشرعي. طيب اشمعنى بانت المشكله دي دلوقتي؟ المشكله دي من زمان وقضاوي ومشاكل ولو رجعت للقضاوي في قضاوي بينهم. شاكين بعض في المحاكم؟ اه كم مره. ما بيتكلموش بعض؟ لا ما بيتكلموش بعض. وبعدين هي طالعه في الاعلام تقول سرق ذهبي، يا معاش ده. طالعه في الاعلام تقول واخد مني 5000، يا معاش فلوس. طالعه في الاعلام تقول انا ربيتهم، هي ما ربتهمش. عمال اتجوزها؟ اتجوزت مره شرعي رسمي واتطلقت ومعاه ولد. واتجوزت عرفي بقى الله اعلم. هي معاه ولد؟ معاه ولد. العلاقه بين الاخت دي دلوقتي واللي هم اولاد اخوك دول والاخين، العلاقة عاملة ايه بقى؟ المحاكم والقضايا؟ محامين؟ ومحاميين. عشان ايه ده كله؟ كل ده اني عايز قلت لحضرتك عايزة تاخد حتة الأرض دي، هي عايزاها. ما لجأتلكوش ليه وانتوا كبارات العيلة؟ ما انتم مقابليني اهو. وعملنا وقعدنا قعدات كتير ومفيش فايدة. اللي في دماغها عايزاها. عايزة السيطرة على الكل. عايزة السيطرة على الكل. سيطرة على الكل ازاي؟ عايزة كلمتها هي اللي تمشي وهي تاخد حتة الأرض دي. يعني النزاع كله؟ النزاع كله. هي عايزه تاخد حته الارض دي باي طريقه. لو انتوا قعدتوا انتوا والتلات عيال يعني مره ما فيش حاجه الثلاثه جنب بعض كله قعد برضه هي عايزاه. ايه الرفض في اللي انتوا تدوها حقها فيها؟ طب ما تاخد حقها. احنا مش قايلين لا تيجي تاخد حقها في البيت. الارض دي مساحتها قد ايه معلش؟ الارض دي مساحتها 8 قراريط. ماشي. الارض دي مميزه مميزه يعني ثمنها هيجيب 5 فدادين. هي مميزه. المفروض تتقسم على 3 تاخد كام؟ يعني مثلا هنقول هي على الولد باتنين، ادي ولدين باربعه وهي 5، يعني تاخد ايراته شويه. تاخد ايه؟ ايراته شويه. حوالي 200 متر، 200 وشويه متر. هي مش مكفيها ده؟ مش مكفيها، عايزاها كلها. فده سبب المشكله كلها. طب انتوا ما قلتولهاش عيب ما يصحش؟ الكلام ده مره واثنين وثلاثه واربعه لكن مفيش فايده. اللي في دماغها في دماغها. كل ده امر والمحاكم ماشيه فيها والقضايا شغاله. الواقعه بقى ان الواد اخد اخته وطلع بيها وكان عايز يعريها. عريها واغتصاب والكلام ده طبعا ما فيش. الكلام ده كله نهائي نهائي نهائي. اغتصاب والكلام ده والتعريه ممنوع. ما فيش. مستحيل مستحيل. ده هي قالت الفيلم ده ان هي عايز يعريها واغتصاب عشرة راي العام وتبقى قضيه وبتاع. وان البلد كلها تشهد بحسن اخلاق الولد ده. حسن ان ينزل يسال اي راجل اي طفل في البلد يقول له محمود اخلاقه ايه؟ ده سجاره وقالب بانجو وقالب مخدرات وقالوا مخدرات الاعلام. هو اللي ما بيشربش سجاره ازاي يشرب مخدرات؟ هو بيشرب ولا اخوه بيشرب سجاره؟ مفيش كلام ده نهائي. الفيديو اللي احنا شفناه الله اعلم بقى ما اقدرش اقول مترتب متفبرك ما اقدرش لان انا ما شفتش على الواقع. انا ما شفتش اعلام ونعرف المتفبرك والمتركب. اللي انا اعرفه وسمعته ان هو كان في يوم عيد ميلادها وقال لها نجيب تورته وحاجه شكل كده وبعد كده فوجئنا بالفيديو. دول هم شاكين بعض في المحاكم. شاكين بعض في المحاكم. هنعمل لك عيد ميلادك ونتصالح والكلام ده. ونتصالح والكلام ده. هل الله اعلم؟ حك عليها يعني. الله اعلم. ما اقدرش اقول. ما اقدرش اقول ضحك او ما ضحكش او هي على فبريكة ما اقدرش اقول. لكن
الكل يشهد بحسن الواد ده كويس، محترم وكويس واخوه ذوق، مفيش سيجاره، مفيش مشكله بينهم بين اي حد في البلد نهائي، وهم من اكبر عيله في البلد، مش من ناس هفأ ولا ناس قليله، لا ده عيله كبيره جدا يعني. عيله كبيره، ولو سالت اي حد في البلد هيقول لك. اما موضوع الفيديو ده انا ما اقدرش اقول لك متفبرك، ما اقدرش. صاحبه معالي ادم بيجيب تورته عيد ميلاد. ما اعرفش. يمكن اخوه اللي اضرب الموضوع ده. انه واخد صاحبه ليه؟ اللي سمعته في الفيديو انه عايز يروح شهر عقاري ويتنازلوا ويعملوا الكلام ده اللي سمعته في الفيديو. لكن الحقيقه ايه في الموضوع ده انا ما اقدرش اقول فيه. لكن كل اللي اقدر اقوله ان الولد ليس عليه غبار نهائي. طالع من الحكايه دي ان الاخ ده ما اذنبش. ما اذنبش لا. اختي دي اللي اذنبت. لا ما اذنبش نهائي نهائي نهائي. بقول لحضرتك والفيديو. ما اقدرش احكم على حاجه او حاجه انا ما حضرتهاش، ممكن تكون هي اللي جايبه الناس المفركه في الفيديو عشان تاخد ارضها. ممكن، الله اعلم. عايزه ايه من ورا اللي بتعمله ده؟ عايزه تاخد حته الارض المميزه دي. قالت لهم كده بعد الفيديو ما اتذاع اتنشر على السوشيال ميديا؟ لا ما قالتش، مش هي هتقول علني. ما تواصلتش معاها مثلا؟ ايه انت بتعمليه ده؟ علي مش دي اللي اتواصل معاها. ما حدش اتواصل معاها. يا كل اللي هي عايزاه حته الارض. مين اللي واقف معاها؟ محامي اللي كان خصمها في يوم من الايام. خصمها ازاي؟ قضايا بينه وبين اخواته. او مع جوزها اللي كان متجوز واحد تاني وكان في مشاكل برضه. من العيله، انا اقصد من العيله. من العيله مش حد واقف معاها. نهائي. مع الصبيان. مع الصبيان مش معاها. هي ما اتكلمتش ليه؟ الصبيان معانا وحسين وعشان معانا. احنا كلنا مع الصبيان، العيله كلها والبلد كلها مع الصبيان مش معاها. التقرير الاولاني ده اللي انتوا شفتوه كده بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى نطلع نشوف اسراء، نرجع لكم مره تانيه، ابقوا معانا. دلوقتي احنا في المنصورة محافظة الدقهلية من قدام بيت اسراء. اسراء صاحبة الواقعة اللي الفيديو انتشر جدا على مواقع السوشيال ميديا اللي بتقول فيها اللي هي اتبهدلت من اخوها الاصغر منها. تعالوا نسمع منها الحكاية بأداء التفاصيل على صدى البلد. غريب قوي شفناها في فيديو على السوشيال ميديا، واحد بيبهدل واحده ونازل فيها ضرب وبتصرخ وبتصوت وبتستنجد منه وبتقول ان هو عايز يغتصبها. فوجئنا ان ده اخو البنت دي، يعني الولد ده اخو الست دي. حاجه يعني مش في عاداتنا ومش في تقاليدنا. ولما بدا الكل يدور هي ليه صرخت كده واتبهدلت والناس اتلمت، قالك بيعمل فيها كده علشان خاطر الميراث. اخوك عمل فيكي كده يا سراء؟ ايوه. جاله قلب يعمل فيكي كده؟ للاسف. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هو جالي هنا قبل ما يجي يكلمني في التليفون وقال لي اعملي جهزي نفسك عشان جاي علشان اخد الوصولات بتاعتي واعمل لك توكيل بالتنازل عن حقك. ونزلت معاه عادي خالص، مش مدي اي اخوانه، حتى كمان كنت مشلي إلى الشنطه اللي كان فيها الوصولات وتوكيلات اخوه، يعني من فرط الامانه.
وولدين وبنت. انت الكبيره. انا الكبيره ومش الكبيره وبس، انا الكبيره وكنت شايله مسؤوليتهم. الاهل شايلين ايديهم خالص من الموضوع، تمام؟ الاهل ما ظهروش الا ساعه المشاكل، قالوا احنا عايزين حقنا وكلوا بعض. اللي هو ايه؟ اللي هو السدس في مامتهم، مامت الورد. لما والدك توفى بقى للجده، عشان كانت عايشه لها السدس، تمام؟ وفعلا خدوا حقهم، مفيش غير عمه واحده، وانا السبب ان انا حاربت عشان ياخدوا حقه من اخواتي، ودخلت وعملنا عقود اسمه ورجعوا فيها ونرجع ونتفق تاني. واخر اتفاق كان التوكيلات، يعني هو عمل عقد اسمه ولغاه من ورايا، واكتشفت بالصدفه. وبعد ما لغاه باع بيه، وهو اساسا بايع بيه وبيتعامل كانه هو ما في، بيتعامل فيه لصالحه، يعني عامل عقد الاسمه ينيمني بس على ما يبيع ورجع يدور عليا. ولما اكتشفت ايه بقى؟ يبيع اللي المفروض له على حسب عقد الاسمه، هو حر فيه، انا ما اقدرش اوقف، تمام؟ هو حر يبيع، وبعد كده يجي يقول لك ايه ده بتاعتي. طب مش دي بتاعتي على حد الاسم؟ لا، عاد الاسم متنازل عنه من زمان. وقعدت الناس، والناس قالت خلاص نلغي عقودات خالص عشان هو بيرجع يتنازل فيها، تمام؟ مين بقى؟ مين فيهم، محمود ولا محمد؟ واحد. الاثنين تفكير واحد واتفاق واحد. الاثنين واحد، الاثنين واحد، ما فيش خلاف، ما بيخطوش خطوة ولا بيعملوا حاجة. الاتنين نفس التفكير. الكبير لما بلغ أخد الصغير اداله وصايته ورجعوا يبيعوا، بيبيع هنا متر، هنا متر، بيبيع هنا. لما بيبيع يعني باعوا في النسمية كل واحد له 8 أرض، ده باع 8 و8 في وقت واحد ونفس الشخص. وبرضه في الأرض المباني ده له جزء وده له جزء، بيبيعوا نفس الشخص وفي وقت واحد. هما ما بيخطوش خطوه غير من يكونوا مع بعض فيها. بالنسبه لموضوع المراسل، وهم نفس التفكير ونفس واللي حصل لي ده، مش هو محمود اللي اتقبض عليه اللي هو الصغير وهو اللي ظهر في الفيديو، بس اللي حصل ده كان بالاشتراك بالاثنين. التاني كان بيأمن المكان اللي انا رايحه له، الموضوع ما كانش هيجي على المنظر اللي انتوا شفتوه، لا، الموضوع كان هيبقى له بوائي. الموضوع اللي انا كنت وانا من الكلام والاحداث، لان طبعا الاحداث ما حصلتش في ثواني، الاحداث خدت ساعتين في العربية، في خلال المحادثات والمعافرة واللي حصل، اللي أنا عرفت إن المكان اللي أنا راحة فيه الأخ الكبير مستنيني في المكان اللي أنا راحة فيه، واللي أنا كنت بشوفه من الأخ الصغير ده كان نعمة بالنسبة للي هشوفه بعدين. يعني هو كان بيوصل لي من كلامه وضغطه عليا إن اللي بشوفه ده، وإن همضي له وهرجع أمضي للكبير لما أروح. يعني الموضوع وسبب ان من برضو من الكلام لما قال له انت هتعمل ايه، سبب ان هو اشمعنى، طب بما انه رايح هناك ليه ما صورتش هناك؟ لان هو كان عايز تقريبا المكان اللي انا رايحه فيه ما فيهوش نور، فكان عايز يصورني الاول، لان الراجل بيقول له اللي هو كان معاه بيقول له هتعمل ايه، قال له انا مصورها الاول بعدين وديها عشان اخويا موت. المفروض على خطتهم، على خطتهم ان انا هتصور وهروح المكان اللي هما ده اللي الولد الكبير مستنيني فيه. ما يموتوكي بيصوروكي ليه؟ هو ممكن ما يكونش يقصد الموت الموت، هو يقصد يعني التعذيب، او ممكن ما يكونش قصدها بالمعنى الحرف. اولا انا لو مت هما مش هيورثوني لان انا عندي ولد، الله يخليك، فاساسا هما مش هيستفادوا حاجه من موتي، تمام؟ بس انا كان ممكن اموت في المعافره والدفسة النفس اللي كان بيعملها لي ودلدلة دماغي، كان وان انا اساسا كان ممكن وانا اقدر ان انا ارمي نفسي من بدري وعربيه تكون معدي، يعني انا كان كنت معرضه ان انا اموت في اي لحظه، تمام؟ فهو ممكن يكون اللي هو ايه يعني ايه بيوصل لي. بقول لك يا طول الساعتين دول يا اسراء، شتايم باوسخ الالفاظ، تمام؟ ان ما عملتش كذا، انت ما انتش واخده حاجه وما لكيش حاجه، وهناخد حاجتك، يعني مش الميراث بقى، اي حاجه معاكي، تمام؟ انت بقى عايزه ايه؟ انت تورثي ليه؟ انت يعني كل تجني على ده، حتى بيحسدني على دراستي. يعني طب انا معلش، يعني انا ذنبي ان انت واخد دبلوم وما لكش شغل؟ انا ذنبي ايه؟ انا ذنب ايه ده؟ حتى شوفي وبيحاسبني انت جالك تعيين وما قلتليش، وانا اقول لك ليه؟ انا اقول لك ليه؟ معلش، تعيينه فين؟ في جامعه الازهر. يعني انا اقول لك ليه؟ انت اصلا ما خرجت ايه؟ دراسات الاسلاميه. وخرج ايه؟ دبلوم.
تمام، فحتى بيحاسبني على ان انا بتعب وبذاكر. حد قالك ما تتعبش وتذاكر؟ جيت قلت عايز فلوس عشان مذاكره وانا ده انا كنت هديله فلوس لمراته عندها مشاكل، متجوز بقاله 3 سنين، هو متجوز وهو عنده 18 سنه وبقاله 3 سنين لانه مكمل 21 سنه من 1/7، بقاله 3 سنين مراته ما بتخلفش وعندها مشاكل، وهو كشف وعرف كده والمطلوب عمليه. تمام، انت لو كنت جيت انا اساسا من غير انا خاله لما كلمني انا ناويه ان انا اديله فلوس ونزل ان انا اديله كنت هديله فلوس وهو ماشي وقسما بالله. وبعدين انت لو جيت طلبت وقلت عايز اكمل تعليم وهو واقف على الفلوس انا هدفع لك، وانا الحمد لله محدش طرف عليا جنيه لا في تعليم ولا على ابني ولا على ولا ولا في اكل ولا في شرب، هم رموني في الشارع الاثنين. ولما كلمت اخوالي قالوا هو طردك من بيت ابوك، احنا مالناش دعوه، ما دخلناش في حوار مع عماتك، مالناش دعوه، روح لعماتك. عماتي اللي قالوا لهم اصلا لما طليقي زعلني قالوا لهم اصلا ما تدخلوهاش، العيال كانوا لسه قاصر. انا بتكلم كان العيلين كانوا لسه قاصر، وعمتي تتصل عليه تقول له ما تدخلهاش البيت، والف على البلد كله ايه يكلمه ان البلد يكلمه يقول له ايه اللي يرد على العمده لما بعت له الغفره ما ردش عليه، الناس بقى اللي هم الايه اللي من الاهل يرد عليهم يقول لهم ايه اسالوا عمته، يا هي الوصيه عليا هي اللي تؤمر، هي الوصيه هي اللي تؤمر، اسالوا وكلموا عمتي تقول هي مش اتجوزت ما ترجع لناش. ده من امتى؟ ده امتى بالظبط؟ انت منفصله من امتى؟ الكلام ده من فتره كبيره وهم لسه قاصر، يعني انا بقولك ان الاحداث واول انت كده مين واقف معاكي من اهلك؟ محدش واقف، ده الكل دلوقتي مهاجمني، والكل دلوقتي متضايق ان انا رحت عملت فيه محضر، وان هو ده بيكلموني يقولوا لي ايه ده اول مره يعملها، قلت له اول مره يمد ايده واول مره يتبلى عليه واول مره يوسخ في سمعته واول مره فيرد عليه ويقول لي لا اول مره يقلعك واول مره عايز يصورك، يعني المفروض ان انا استنى يصورني ويعملها مرات عشان بعد كده اتكلم، يعني شوف الرد مستفز اصلا. قال لك الرد ده اهلي اهلك الخنين ولا العنين؟ كلهم واحد، بس اخوالي نصهم نفس اللي هو قايلين الرد ده، والنص الثاني يقول لك انا ماليش دعوه. انت اشتكيتي محمد الكبير وخدت عليه حكم بالسنه؟ اه. طيب في نزاعات وفي قواضي في المحاكم؟ ايوه. كمان من ضمن الخمس افراد دول خالك مع محمد؟ ايوه. اسامه؟ ايوه. حلو جدا. ايه اللي خلاكي تامني لاخوك التاني ده وتدخليه ده؟ انت حتى ما حضرتيش فرحه. لان اخويا ده اللي انا مربياه، ولما ما حضرتش فرحه قال لي معلش اصل انا خاله اللي قال لي، وقعد يعتذر لي ويقول لي خالي اللي قال لي، وانا مش عايزه ازعل خاله عشان انا عامل الفرح هناك ومش عارف ايه، وانا زي الهبله وزي الطبيعي ان انا بسامح، بقول لك حبسوني قبل كده ورجعت سامحتهم، اتبلوا عليا بسرقه ورجعت سامحتهم. سرقه ايه؟ قال رحت البيت قال لك ده سرقه، ده سرقه 300,000، انا لسه قابضهم، وجاب السمسار شاهد وجاب يعني كل اللي عارف ان معاه فلوس يشهد، وفعلا رحت طبعا المباحث اتعمل فيها المحضر، فيكي محضر بالسرقه؟ محضر في السرقه. وبعدين الايه تاني يوم بقى عشان ان انا اروح اتقبض عليا مسك فيا في الارض شال اليافطه، فانا رحت اتضايقت ورحت ازعق له قام ماسك كسر له صبعي، وعمل وبقى يزعق وعمل هليله كبيره علشان هو عايز الشرطه تيجي عشان اروح استرقى وعدي. تمام، وعمل هليله كبيره وفعلا ده اللي حصل، والناس طلبت النجده عشان ينقذوني منه، وقالوا والنجده خدتني نعمل محضر علشان اتنقذ، اعمل محضر وفوجئ يقولوا لي ده انت ليكي محضر تاني سرقه معمول امبارح، ان هو مسروق منه 300,000 وجايب شهود ان هو بايع ارض وقابض المقدم 300,000 جنيه، ولولا التحريات انا ما كنتش هخرج، ولولا النيابه لما حققت وعرفت الوضع انا ما كنتش هخرج، ورجعت سامحت. هنشوفي بعد ده كله ورجعت سامحت. ده سنه كام؟ الكلام ده المحضر موجود، الكلام ده بالظبط كان سنه 2017، في نفس السنه اللي كان عامل فيها عقد القسمه، وكان وده كان عقابي عشان اكتشفت ان هو اتنازل عن عقد القسمه اللي عامله،
يعني في نفس السنة عقد القسمة معمول في 3، هو اتنازل عن عقد القسمة بعدها وباع بعدها، وانا اتعمل لي المحضر ده في 12 في نفس السنة، في شهر 12 في نفس السنة. لما جالك اخوكي هنا انت طبعا كنت مأمنه له يعني؟ كنت مأمنه لدرجة ان انا مشيلاه الشنطة اللي فيها عقود التنازل بتاعة اخوه ووصولات الامانة والفيديو معايا. كلموا قبل كده؟ ادتها له ولغاية ما اقفل. كنت بتتكلموا قبل كده؟ كان بيكلمني ويعتذر لي واحنا وانا اسف وكذا، وانا كنت متقبلة لان انا كنت اصلا بصبر نفسي من سنين انه لما يكبروا هيعقلوا، يعني انا كنت بصبر نفسي ان لما يكبر هيعقل هو والتاني، فلما كلمني كويس انا صدقته واعتذر لي صدقته اللي هو الايه؟ كلمك بعد فراق قد ايه بقى؟ ما كانش بيكلمك قبلها بقالك قد ايه؟ بصي، هو مش فراق، هو مشاكل، هو بيحصل مقابلة مشاكل، يعني يجي يكسر عليا الباب، يجي يسرقني ويمشي واكتشف بعد كده. احنا عملنا الكاميرات دي عشان سرق عفشي قبل كده، ده سبب ان هو احنا عملنا الكاميرات، تمام؟ يجي مثلا يعمل نفس الاخ اللي بهدلك ده. لا، هما الاثنين مع بعض، ما في يا جماعه، هما الاثنين مع بعض، ما فيش واحد بيجي والتاني نايم، الاثنين بيبقى مع بعض، او لو في حاجه واحد تحت وواحد فوق زي ما حصل، واحد بيامن المكان اللي هنروحه ومعاه تليفون. فاهم قانون يا اسراء؟ مش فيش واحد في القانون، في واحد ارتكب جريمه، في واحد سرق، في واحد شخص، مفيش شخص. بصي، هو عمره ما هيقدر، كان هيقدر يخطفني في واحد معاه وبيسوق العربية، تمام؟ وعمره ما كان هيوديني مكان فجأة غير لما يكون واحد مؤمن المكان. راح المكان ده ليه؟ والله اسأليهم، دي ما أنا معرفش. جايزة تركب العربية ليه؟ أنا اتخطفت ليه أصلاً؟ اديله شنطة الورق. أنا مش مديها له، يعني أنا على ما قفلت على ابني شالها شوية وخدتها، تمام؟ مش مديها له معاه، وباينة إن أنا خدتها منه، أنا اديتها له بس على ما أقفل على ابني، تمام؟ واخدك بقى نازلين على سبيل إيه؟ على سبيل انه هيعمل لي تنازل بحقي عنده، اللي هو قطعه الارض اللي احنا متفقين عليها وقصادها الوصولات، لان انا عامله تنازل اوريدي بحاجاتهم. قطعه الارض دي اللي عامله المشكله الكبيره دي؟ لا، هو اللي عامل المشكله ان انت ما تورثيش، وازاي عايشه في طب ما هم مكسرين، حضراتكم شايفين باب المكسر بره، تمام؟ ومخلعين الباب الحديد مكسر فرق، صوريه، تمام؟ وشوفيه بره. هو المشكلة مش في قطعة الأرض، هو المشكلة إن أنت ما تورثيش حاجة خالص، هو ده المشكلة. يا ريتها في قطعة الأرض، كان واحد بدلها. أما المشكلة إن أنت ما تورثيش خالص، بس هما طبعًا أكيد هيقولك لأ ومش لأ عشان يهدوا الرأي العام، ده هدفهم. وبعدين كلهم دلوقتي ضدي، أنا ما حدش قال لي سلامتك. أنا كان يوم الجلسة ويوم النيابة ويوم ده كل أهلي واقفين معاه، وكأن أنا الجاني وهو المظلوم، كأن أنا اللي هو يعني ما حدش فيهم قال لي سلامتك، ما حدش فيهم وقف معايا ولا جاني ولا بص عليا. عايشة هنا مع مين؟ أنا عايشة مع ابني. طيب ومحمود مع مراته في المنوفية؟ محمود مع مراته في المنوفية. ومحمد عايش مع مين؟ محمد عايش مع نفسه. انتوا الاتنين ما قعدتوش مع بعض. مين اللي قعد معاه؟ مين اللي قعد معانا؟ لو دخلت اقعد مع مين؟ انا رحت ادخل اروح عشت معاهم وابني على دراعي، مرضوش يدخلوني، اروح فين؟ انا جيت الشقه دي بطلوعي روح، انا فضلت نايمه عند الناس لغايه ما عرفت طريق الشقه، والشقه دي كانت على الاحمر في مساكن شعبيه تبع الحكومه، كانت على الاحمر، وانا اللي شطبتها وانا اللي بلطتها وانا اللي عملت كل حاجه، وبعد ما وصلت لها بمعاناه، تمام؟ خلاص، دي كانت على الطوب الاحمر، كانت على الطوب الاحمر، الحكومه مسلماها على الطوب الاحمر، تغفيق نص تغفيق، ومساكن شعبيه تبع الحكومه، تمام؟ انا اللي ظبطتها عشان اقدر اعيش فيها، ولما عرفوا كده جم كسروا يطردوني منها، وفي محاضر بالكلام ده، والنجده جت لي هنا والجيران تشهد على الكلام ده، الجيران هم اللي انقذوني منهم، بعد ما جاب حداد من تحت، ولا جايب الحداد جنبنا وجي كسر عليا الباب. هما المشكله مش في والمشكله بقى ان لما جت النجده، تخيلي جت لقت مين؟ جت لقت اخويا وعمتي بتردوني من شقتي، من شقه الورثه. طب هتروح فين النجده؟ الامين الشرطه اصلا قال لها انت عمتهم ومعاكي الوصايه. طب ازاي يعني معاكي وصايتها؟ يعني كنت لسه قاصر، تمام؟ كنت لسه ما بلغتش 21 سنه. وضبطي على الطوب الاحمر وانت لسه عيله كده؟ وضبطي فلوس منين؟ وضبطي على الطوب الاحمر، والدي كان سايب فلوس زي ما هو سايب لهم فلوس في البنك، والفلوس متقسمه للذكر مثل حظ الانثيين. دي الحاجه الوحيده اللي عرفت اخدها منهم.
تمام. الشقة دي حق في حق مامتي، والأرض قطعة الأرض التلت فدان حق في حق أبويا، بس ما ادونيش جنيه. لما جه يعمر البيت اللي في البلد علشان هو عايز يتجوز فيه هو وأخوه. مين يعمر؟ محمد ومحمد. محمد يجي يتجوز إذا كان هو بايع البيت لأخوه، إذا كان في وقت في العقد إن البيت خاص بمحمود مش محمد، إزاي هعمر حاجة مش بتاعته؟ بالعقل كده. تقوم تطلعوني، اديوني حقي وطلعوني. لا انا ما قلتش تدوني حقي وطلعوني. محمود جه قال انا عايز البيت ابويا لوحدي. ودي اللي تهجم عليكي. قال انا عايز وقت عقد كتابه عقد القسمه، قال انا عايز بيت ابويا لوحدي. بقينا انا ومحمد نبعد عن بيت ابوه. تمام؟ قلت لهم تاخدوا الشقه، قال لك ايه بس هتدفعوا اللي انا حطيته في الشقه؟ قال لك لا. ناخدها جاهزه مش هتدفعينها؟ قلت لهم خلاص هاخدها. دي اللي انا قاعده فيها دي. تمام خلاص ستي خديها انت. خلاص بدل ما ايه اصل انا قلتهم اللي انا دفعته فيه هاتهم مرضوش. قلت لا خلاص هاخده. دلوقتي بقى بعد الواقعه دي ما حصلت اخوكي ما التاني التالت. انا مش اخوات التلاته، هما اتنين. اللي هو التالت بالنسبه لكم اللي هو الصغير الكبير محمد. واحد في السجن. محمد ده المفروض انت واخده عليه سنه برضه. محمد ده ما تواصلش معاكي قال لك نحل. محمد كل اللي عمله ان هو بيحاول يخطف ابني، ما قالش نحل. محمد بعت له ناس قلت له اعمل التوكيلات صح من غير شطب وبما يرضي الله وتعالى نحل. تمام؟ وملكش دعوه بقصه محمود، عشان محمود اللي عمله ده انا مش هتنازل عنه. قام ردد وقام قايل ايه؟ للناس لا، ومش هعمل توكيلات ومش هعمل حاجه. الشطب ده مش انت كنت موجوده وانت بتعملي له التوكيل؟ لا انا ما كنتش موجوده، هو جاب لي التوكيل. انا رحت عملت التوكيل، وراح عمل التوكيل، وفي واحد هنتقابل اللي هو كان متعان عنده الحاجه ونعين عنده الحاجه. رحت انت سلمت التوكيل واخد منه وعنده. لما سلمهم فوجئت بالشطب. رد عليا محمد وقال ايه ده انا في الجيش ومش فاضي، وقعد يماطل بقى. وبعد الجيش راح قعد في الطور للراجل اللي هو شاري منه مديله حته في الطور، وما شفتوش، ما شفتش محمد من الطور ولا الغردقه ما اعرفش. هو بيقول انا الحته في الطور، انا ما اعرفش عنهم حاجه. تمام؟ هو قال لك ايه انا قاعد في الطور ومش هقدر اجي اعمل ايه، وقعد يماطل. وانا ما كنتش قلقانه لسبب، انا كده كده لسه الحق متعلق، سواء هو عملها عمل التوكيل النهارده ولا بعد كده متعلق لغايه ما الولد التاني يعمل لي توكيل. كنت مستنيه الوقت ده. اتاريهم بقى هم مستنيين، مش مستنيين، هم مستنيين بقى عشان الغدر انهم يخلصوا ارضهم ويدوروا على ارضي. ايه اللي عرفك بقى انهم يخلصوا ارضهم ويدوروا على ارض؟ على ارض الواقع. انت عندك الارض المباني ما عادش فيها حاجه. تمام؟ خلصت. والارض الزراعيه، والارض الزراعيه نصها خلص. تمام؟ والبيت بيتباع. ما خدتش في اي حاجه في دول؟ ما خدتش ولا جنيه منهم. ليه اسراء؟ المصحف اللي خد يجي اصل ما فيش حد بيدفع جنيه من غير ما امضى، صح؟ يطلع الامضه اللي انا ايه مضيتها على اي جنيه، ولا يجيب شهود ان انا خدت جنيه قدامه. كل الفلوس اللي معايا من تعب، وكل الفلوس اللي كانت في البنك اتقسمت بما يرضي الله تلقائي. انت بقى عايزه ايه دلوقتي بعد اللي حصل ده كله؟ عايزه ايه؟ عايزه حقي. حقي اللي عمل، حق اللي عمله فيا، مش حق المادي. اصل حق المادي كده كده هيجي بفرز وتجنيب، هيرجي بقواضي. اما حق اللي يرضاه على بناته، واللي يرضاه على اخته، واللي يرضاه على اهله، هو ده اللي يقبل اللي هو عمله ده. الاهل اللي يوصلهم اخ ما يبقاش عنده شرف، دول مش اهل. بس انا عايزه حق اللي اتعمل فيا، مش حق المادي كده كده بالمحكمه هيجي.